تخيل معايا انك محتاج تشتري بروسيسور جديد لجهاز الكمبيوتر بتاعك، او بتفكر تجيب لابتوب وبتلاقي نفسك قدام اختيارات مختلفه كتير في السوق، وبمجرد ما بتبص لاسم بروسيسور رايزن بتلاقي حروف غريبه كده زي الجي والاكس والاكس تي، وبتحس بالصعوبه والتحدي في اختيار البروسيسور المناسب لاستخدامك، فبتحس انك بتتعلم لغه جديده. لكن لو قلت لك ان الحروف دي مش مجرد حروف عشوائيه بل فيها معاني لاستخدامها لازم تعرفها. تعال دلوقتي اعرفك على معاني الحروف المختلفه في اسماء بروسيسورات رايزن ونزل لي يا ابني بالانترو. مبدئيا كده لازم قبل ما اعرفك الانواع لازم تاخد فكره عن البروسيسور وتقسيمات الاسماء فيه عشان تبقى جامد جموده عباسه حموده. رايزن حاليا متقسمه 4 فئات: رايزن 3، رايزن 5، رايزن 7، ورايزن 9. رايزن 3 اقل فئه، ورايزن 5 الفئه المتوسطه، ورايزن 7 الفئه فوق المتوسطه، ورايزن 9 هي الفئه العاليه، وفي اخونا ثريد ريبر ده ملناش دعوه بيه. مبدئيا اول رقم موجود بتشوفه قدامك هو ده البروتوفوليو موديل، او بمعنى صح الجيل، يعني ده رايزن 5 الجيل السابع. تاني رقم هو الشريحه المستهدفه من الجيل. تالت رقم هو المعماريه. رابع رقم هو من اقل لاعلى موديل في الجيل بتاعه من حيث الشبايه، واعلى موديل تقييم حتى الان هو 5، وهي مش مهمه قوي على فكره. نيجي بقى لاهم نقطه في الحوار كله، وهو التي دي بي، او بمعنى صح الفورم فاكتور، وهو مقدار استهلاك البروسيسور للطاقه، واهم نقطة بتأثر على أداء البروسيسور بشكل عام، بشرط إنك تعرف تختار البروسيسور المناسب لاستخدامك من حيث النقطة دي. تعال بس نخش في التفاصيل من غير ما نهر كتير. مبدئيا كده هنقسم الموضوع لقسمين: ديسكتوب بروسيسورز ولابتوب بروسيسورز. نبدأ بالديسكتوب بروسيسورز. أول حاجة البروسيسورات الأخيرة جي، واللي بيتقال عليها اي بي يو، بيكون بنفس سرعة البروسيسور العادية، وفي كارت شاشة داخلي قوي، واسم الكارت الداخلي اللي فيه فيجا 11 أو فيجا 8 أو فيجا 7، دول الموجودين حتى الآن. والكارت الداخلي أداؤه أوقات بيتفوق على كروت خارجيه زي الجي تي 1030 في بعض الالعاب، وسعر البروسيسور رخيص مقابل الاداء اللي بيقدمه. وخلي بالك ده النوع الوحيد اللي موجود فيه كارت شاشه داخلي، خلي بالك. والبروسيسور ده مناسب للجيمرز اصحاب الميزانيات الاقتصاديه. في حلقه هتنزل هتكلم فيها عن الاي بي يو، وهل فعلا يستحق الواحد يشتريه ولا لا. نخش بقى على البروسيسور اللي بعده، البروسيسورات اللي بيكون ما فيش اخرها حروف زي الرايزن 5 2600 كده. البروسيسور اللي مش بيبقى فيه اخر حروف بيكون بسرعته العاديه ومش موجود فيه كارت شاشه داخلي، والنوع ده موجه بشكل عام لاغلب الاستخدامات منهم الجيمنج والجرافيك. وخلي بالك تتاكد انك مشتري كارت شاشه خارجي للتجميع، عشان من غير كارت شاشه الجهاز بتاعك مش هيشتغل. نيجي بقى للاكس، واللي اختصارها اكس اف ار. ده بيدعم كسر السرعه واداؤه اعلى من الطبيعي واستهلاكه للطاقه اكتر، واغلى شويه في السعر، وبيكون مناسب للجيمنج والرندر والشغل التقيل ومحبي كسر السرعه. نخش بقى اللي بعده، ال 3D او ال 3D اكس. بيدعم كسر السرعه واداؤه اعلى من الطبيعي واستهلاكه للطاقه اكتر، واغلى شويه في السعر، وبيتعامل مع رسوميات الثلاثيه الابعاد بسلاسه وفعاليه، وبيكون مناسب لمصممي الجرافيك والمهندسين والانيميشن والريندر. نيجي للوحش اللي بعده، وهو الاكس تي. بيدعم كسر السرعه واداؤه اعلى من الطبيعي واستهلاكه للطاقه اكتر، وبيكون غالي في السعر. والبروسيسور ده موجه بشكل كبير جدا للناس اللي بتشتغل ريندر تقيل وبتنفخ في الجهاز. ندخل بقى على بروسيسورات رايزن بتاعه اللابتوب. نبدا باليو. اليو هو الالترا سيف دي باور، اداؤه اقل من العادي ودرجه حرارته اقل واستهلاكه للطاقه برضو اقل، وبيكون مناسب للاعمال المكتبيه والالعاب المتوسطه، وفي ناس بتبيعه لبتوع الهارد كور جيمر وبيتفاجئوا ليه اداء البروسيسور تعبان، فما تستغربش لما تتعلم وتعرف الاسباب، يعني ما تاخدوش ليك لو انت جيمر. نيجي بقى للي بعده، وهو الاتش. الاتش او الهاي بيرفورمانس اداؤه اعلى من الطبيعي، وبيحصل ارتفاع في درجات الحراره بشكل نسبي، واستهلاكه للطاقه بيكون عالي، وبيكون مناسب للجيمرز والمصممين. خش بقى اللي بعده، يلا على اللي بعده. الاتش اس، الاتش اس او الهاي بيرفورمانس بلس سليم موبايل، اداؤه اعلى من الطبيعي ودرجه حرارته بترتفع نسبيا، واستهلاك محسن للطاقه، وهو من فئه السليم او الفئه النحيفه لخفه الوزن، وبيكون مناسب بنسبه كبيره للمصممين والمبرمجين المتنقلين، وكمان في الجيمنج. بس خلي بالك من موضوع درجات الحراره ده، عشان خاطر في حته الجيمنج يعني شويه درجات حراره بتعلى. نيجي بقى لوحش الوحوش، الاتش اكس او الهاي بيرفورمانس اكس اف ار. احسن اداء في المجموعه كلها، ارتفاع في درجات الحراره، استهلاكه في الطاقه بيكون عالي، ودعم الكسر السرعه، وده حاجه كده بوم، بس سعره بيكون دمار. نخش على بعضه، وهو السي، اداؤه اقل او مقابل لليو كمان، درجه حرارته اقل واستهلاكه للطاقه برضه اقل، وبيكون مناسب للاعمال المكتبيه والشغل الخفيف. ونخش على بعضه، وهو الاي، اقل اداء في الفئه كلها واقل درجه حراره في الفئه كلها واستهلاكه للطاقه اقل بكتير، وبيكون مناسب للاعمال المكتبيه. انا النهارده قلت لك على كل اللي فيها وعرفتك كل الانواع، انت بقى دورك تختار. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده يا صاحبي. اتمنى انك تكون استفدت من الحلقه ولو بنسبه 1%، وهكون مبسوط جدا انك تعمل
لايك وسبسكرايب، ولو عايز تشوف محتوى مختصر اكتر شرف ليا انك تتابعني على منصات التواصل الاجتماعي، وهكون عامل لك تريكس سريعه في الهاردوير والتيك توك جامده جدا هتفيدك في حياتك اليوميه. ولو عندك سؤال ممكن تقوله لي في كومنت، وكمان تقدر تكلمني على ديسكورد. ولو حابب تعرب الكيبورد بتاعك وبالمره تشوفني، تقدر تقابلني في مشروع الفنان لتعريب الكيبورد وخدمات الليزر اللي بكون موجود فيه دايما. واشوفك في حلقه جديده ان شاء الله يا صاحبي. واحب اختم بالآية الكريمة: ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. لم يا ابن العده، وانزلي بالاوتر.